بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا، تنقول لهم شكرا جزيلا. بحول الله وقوته اليوم غادي نحط واحد الحجاب للحكمة وللقبول وللهبة، وللناس تخاف من مدير قوي عليه، أو مرأة زوجها واعر فيها وما عندهاش كلمة في بيتها، أو الراجل اللي ما تكونش عنده سلطة وما تكونش عنده كلمة، أو البنت اللي تكون داخلة خارجة وما عندهاش واحد القبول وما عندهاش واحد القوة باش تهضر مع الناس. كاينه اللي تتهضري معاها وتتخاف وما تتبغيش تواجه الناس وما تتبغيش التعامل مع الناس. إذن بحول الله وقوته غادي نحطوا واحد الوصفة صالحة للناس اللي عندهم التخوفات كاملة بحول الله وقوته. بالنسبة لي أنا هذا الحجاب مجرب، الناس اللي عندهم تجربة في هذا الشيء حجاب قال لك صالح للقبول وللناس اللي ما عندهمش هبة وما عندهمش قبول، الناس العمال اللي الناس تكونوا مع بعضياتهم وكلامه غير مسموع في العمل، أو مع إنسان عنده عمل وعنده عمال ولكن ما تسمعوش كلامه غير مسموع. المرأة اللي تتكون أنها مع الزوج ديالها وما عندهاش كلام مقبول مع الزوج ديالها. إذا اليوم غادي نحطو إن شاء الله هذا الحجاب زوين ومخير في بحقي بسم الله، بحقي بسم الله أن هذا الحجاب جميل في القبول وفي النصر وفي كل شيء. بحول الله وقوتي غادي نكتبو واحد، ناخدو واحد ورقة بيضاء ونكتبو الحجاب بأي قلم إلا قلم أحمر أخضر أزرق إلا الأسود. نحاول نكتب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هو بسم الله 21 مرة، 21 مرة. أنا نقرب لكم باش تشوفوه زين، 21 مرة. أطويها وأضعها مع قليل من الحرمل، 7 حبات من الحرمل و7 حبات من السنوج وقليل من النصر، النصر وهذا وقليل من المسك، 4 ربعات العشوب انتم عارفينهم وديما تنخدموا بهم، المسك هو والحرمل والسنوج. انا اوريتكم ولكن انتم حاولوا تضبطوا 7 حبات من الحرمل و7 حبات، هادو كثير ولكن حنا نضيفو هنايا 7 حبات من الحرمل و7 حبات من السنوج و7 حبات من الحرمل، قليل من المسك. النصر وهذا النصر، قليل من النصر، 4 مكونات ونضع مع الحجاب، نضع معها الحجاب.
هو حجاب، هو نحاول ندير ليه خيط احمر او اخضر، خيط ابيض او اخضر او احمر، ونوضعو في الجيب ديالي. لما بغيتوش ديرو، ما بغيتوش ديرو خيوط، ديرو بابي الومنيوم ما تيبانش وتيولي عادي، تديريه مع الشنطة ديالك في المحفظة ما تيبانش. نحاول ان شاء الله ندير هاد الحجاب ديالي، وانا بحقي بسم الله غادي تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير، وتكونوا من المقبولين، وتكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اذا ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تديروا هذه الوصفة، وحاولوا انكم تعتمدوا شوية على قراءة القرآن، وحاولوا تقراو باش يكون عندكم قبول سورة الرحمن وسورة يوسف ان شاء الله بحول الله. هذه الوصفه رائعه، جربوها وان شاء الله غادي تكونوا بخير وعلى خير. ما بقى لي غير نقول لكم دعموا القناه وفعلوا الجرس وتابونوا عندي بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.